بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على المبعوث من خير البشر. يشرفني أن أقدم خلال هذه الحصة محاضرة في مادة وسائل الأداء والائتمان موجهة لطلبة الفصل الرابع تخصص علوم قانونية، وهي عبارة عن محاضرة أواصل من خلالها ما شرعنا في شرحه في المحاضرة السابقة المتعلقة بإنشاء الشيك، حيث تطرقنا في الحصة الماضية لأطراف الشيك وبينا المقصود بساحب الشيك والمقصود بالمسحوب عليه، ووقفنا عند الطرف الثالث الرئيسي في الشيك وهو المستفيد من الشيك. ونقول بأن المشرع المغربي لم يجعل اسم المستفيد من البيانات الإلزامية بالشيك، وبذلك فتح المجال لسحب شيك لحامله. فالمستفيد هو الشخص الذي سحب الشيك من أجل الوفاء له بمبلغ معين، وبالتالي فإن هذا المستفيد في الشيك يعتبر متلقيا لحق، ولا يترتب في ذمته بالمقابل أي التزام. ولذلك فإن المستفيد في الشيك يشترط فيه فقط أهلية تلقي الحقوق، ولا يشترط فيه أهلية إبرام التصرفات القانونية. وبالتالي فإن الشيك الذي يعين فيه شخص قاصر كمستفيد يعتبر صحيحا، غير أن صرف قيمة هذا الشيك تتم لنائبه الشرعي، سواء كان وليا أو وصيا أو مقدما. وإذا كانت أهلية المستفيد لا تثير إشكالات، فإننا نتساءل عن حالة الشخص الذي حكم عليه بسقوط الأهلية التجارية، هل يمكن أن يكون مستفيدا في الشيك؟ وكذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي فتحت في مواجهته إحدى المصادر الجمعية. أولا، الشخص الذي حكم عليه بسقوط الأهلية التجارية، هل يمكن أن يعين مستفيدا في الشيك؟ نوضح بداية بأن سقوط الأهلية التجارية عبارة عن عقوبة زجرية تنطق بها المحكمة في إطار مقتضيات المواد من 745 إلى 753 من الكتاب الثالث، الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وذلك متى ارتكب التاجر أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة 745 أو المنصوص عليها في المادة 746 أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 748. ما علاقة الحكم بسقوط الأهلية التجارية بالاستفادة من الشيك؟ تجيب المادة 750 من مدونة التجارة، والتي تتحدث عن أهم الآثار المترتبة على الحكم بسقوط الأهلية التجارية، حيث تنص على أنه لا يمكن للشخص الذي حكم عليه بسقوط الأهلية التجارية أن يمارس أي مهام ذات طبيعة، مهام إدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة لأي مقاولة أو نشاط تجاري. نستنتج
من مقتضيات هذه المادة أن الشخص الذي حكم عليه بسقوط الأهلية التجارية لا يمكنه أن يعين مستفيدا في الشيك وتلقي أموال بمناسبة ممارسة نشاط تجاري، وإن كان يمكنه أن يعين مستفيدا في الشيك متى تعلق الأمر بمعاملة شخصية لا علاقة لها بالمجال التجاري. ننتقل للجواب عن السؤال الثاني والمتعلق بالمستفيد الذي فتحت في مواجهته إحدى المصادر الجماعية. سبق وأكدت بأن المستفيد في الشيك يتوفر فيه فقط أو يلزم أن تتوفر فيه فقط أهلية تلقي الأموال، وبالتالي فأهليته لا تثير إشكال في هذا المجال. الإشكال تحديدا في أهليته لصرف قيمة الشيك الذي يعين فيه كمستفيد، والتي تختلف بحسب نوع المسطرة الجماعية التي فتحت في مواجهته. ذلك أن المشرع المغربي بموجب مقتضيات الكتاب الخامس المنظم لمصادر صعوبات المقاولة يميز بين مسطرة وأخرى في إطار السلطات المخولة للمدين المفتوحة في مواجهته إحدى المصادر. فإذا أخذنا مثلاً مسطرة الوقاية الداخلية، سلطات المدين في التدبير لا يمكن المساس بها، وبالتالي فالمدين الذي عين مستفيد في الشيك يمكنه صرف هذا الشيك لمصلحة مقاولته. كذلك الأمر بالنسبة للمدين الذي فتحت في مواجهته مسطرة من مسطرة الوقاية الخارجية. المدين الذي فتحت في مواجهته مسطرة الإنقاذ يمكنه أيضا أن يقوم بصرف الشيك لمصلحة المقاولة، لكن تحت مراقبة السنديك الذي يعين لمراقبة التدبير خلال هذه المسطرة. وكذلك الأمر بالنسبة للمدين الذي فتحت في مواجهته مسطرة التسوية القضائية، غير أن المدين الذي فتحت في مواجهته مسطرة التصفية القضائية والتي لا يمكن خلالها أن تسند أي مهمة تدبير للمدين، بل يسند تدبير المقاولة كلياً للسنديك. فإذا ما عين هذا المدين الذي فتحت في مواجهته مسطرة التصفية القضائية مستفيداً في الشيك، فإن صرف هذا الشيك يجب أن يتم من قبل السنديك لفائدة المقاولة. بهذا الشكل نكون قد أنهينا الحديث عن أطراف الشيك، وننتقل للحديث عن المحور الثاني المتعلق بإنشاء الشيك، وهو البيانات الإلزامية للشيك وجزاء تخلف أحدها. جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 240 من مدونات التجارة بأنه يعتبر الشيك المخالف لنماذج صيغ الشيكات المسلمة من قبل المؤسسات البنكية غير صحيح. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الإنشاء المادي للشيك يكون من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، وبالتالي فمسؤولية تضمين البيانات الإلزامية في صيغ الشيكات تقع على عاتق المؤسسة البنكية التي قامت بوضعها وإعدادها، ويسأل صاحب الشيك فقط عن البيانات الإلزامية الناقصة كما هو الشأن بالنسبة لتاريخ إنشاء الشيك والمبلغ والتوقيع. إذن حددت المادة 239 من مدونة التجارة البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الشيك، وسنحاول توضيحها تباعا فيما يلي. البيان الإلزامي الأول هو تسمية شيك. اعتبر المشرع المغربي بموجب البند الأول من المادة 239 من مدونة التجارة تسمية الشيك بيان إلزامي،
لماذا؟ لأن المشرع قرر بذلك إشعار وتنبيه المتعاملين بالشيك إلى طبيعته القانونية من التسمية، من العنوان. معلوم أن الشيك له طبيعة قانونية خاصة تختلف عن باقي الأوراق التجارية، فالشيك وسيلة أداء بامتياز مستحق بمجرد الاطلاع طبقا لمقتضيات المادة 267 مدونة التجارة، بخلاف كل من التمبيال والشيك اللتين يمكن أن تطلعان بمهمة الأداء والائتمان معا. بل إن المشرع قد اعتبر تحويل الشيك من وسيلة أداء إلى وسيلة ائتمان جريمة مكتملة الأركان، وهي جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان المنصوص عليها في البند رقم 5 من المادة 316 مدونة التجارة، وعلى عقوبتها في الفقرة الأولى من نفس المادة. إذن أقول بأن المشرع عندما فرض تسمية الشيك فذلك من أجل تنبيه المتعاملين به إلى طبيعته القانونية الخاصة، وقد اشترط المشرع كتابة الشيك على نفس السند وبنفس اللغة التي حرر بها الشيك. جدير بالتأكيد هنا أن المشرع المغربي أخذ بما ورد باتفاقية جنيف لسنة 1931 المتعلقة بتوحيد قواعد الشيك في الجانب المتعلق بعدم اشتراط أي لغة محددة لتحرير الشيك، رغم أن الممارسة البنكية تشهد بأن المؤسسات البنكية تقوم بوضع صيغ الشيكات باللغة العربية أو الفرنسية أو باللغتين معا. البيان الإلزامي الثاني في الشيك هو الأمر الناجز بأداء مبلغ معين. يجب أن يحمل الشيك صيغة الأمر، ادفع مقابل هذا الشيك، payer contre ce chèque، فعل أمر يفيد الوجوب. والأمر هنا يجب أن يكون ناجزا. معنى الأمر الناجز، الأمر الناجز هو الأمر الواجب النفاذ فورا دون تأجيل. فالأمر لا يكون ناجزا، أمر الساحب في الشيك لا يكون ناجزا إذا ما علق على شرط واقف أو اقترن بشرط فاسخ. وبالنتيجة فإن أمر صاحب الشيك إذا علق على شرط واقف فإن هذا الأمر يكون موقوف التنفيذ إلى أن يتحقق هذا الشرط الواقف، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذا الشيك باعتباره وسيلة أداء مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع طبقا للقانون. كما أن أمر الساحب في الشيك إذا اقترن بشرط فاسخ فإن الأداء المتعلق بهذا الشيك تنفيذا لأمر الساحب يكون مهددا بتحقق شرط فاسخ يلغيه ويفسحه تبعا لذلك، وهذا الأمر يفقد الثقة في التعامل بالشيك. لذلك فإن أمر الساحب يجب أن يكون ناجزا، وأمر الساحب يرد دائما على مبلغ معين من النقود. هذا المبلغ قد يكتبه الساحب بالحروف في الشيك، وقد يكتبه بالأرقام، وقد يكتبه بالحروف والأرقام معا.
فإن اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام في نفس الشيك نأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف. وإن تعددت كتابة نفس المبلغ بأن كتب مبلغ بالحروف أكثر من مرة أو كتب مبلغ بالأرقام أكثر من مرة، فإن المسحوب عليه ملزم بأداء المبلغ الأقل. هذا وجدير بالذكر أن المسحوب عليه يمكنه أن يرفض أداء قيمة الشيك متى كانت كتابة المبلغ غير واضحة أو بها كشط أو بها تشطيب، ذلك وإن كان الرصيد الدائن لحساب الساحب يتوفر على المؤونة الكافية لتغطية قيمة الشيك، باعتبار أن الأداء في هذه الحالة يمكن أن يرتب منازعة مع الساحب الذي قد يتضرع بهذا اللبس أو الغموض ويتابع المسحوب عليه من أجل تنفيذ أمره بشكل غير واضح ومخالف لإرادته. نمر للبيان الإلزامي الثالث في الشيك وهو اسم المسحوب عليه. نص البند الثالث من المادة 239 مدونة التجارة على وجوب بيان اسم المسحوب عليه كبيان إلزامي في الشيك، وذلك لضرورة تعيين المؤسسة البنكية التي ستقوم بتنفيذ أمر الساحب بأداء المبلغ المعين في الشيك. المسحوب عليه في المغرب لا سيما في الشيكات الصادرة للمغرب والمستحق الوفاء به، مستحقة الوفاء به، يكون دائما مؤسسة بنكية. فما معنى مؤسسة بنكية من منظور القانون الصرفي المغربي؟ أجابت المادة 241 مدونة التجارة في فقرتها الثانية عن هذا التساؤل، ونصت على أن المؤسسة البنكية يقصد بها كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها شيكات. المشرع المغربي بموجب الفقرة الثانية من المادة 241 هذه لم يحدد فقط صفة المسحوب عليه في مؤسسة بنكية، وإنما حدد أيضا طبيعة الحساب البنكي الذي يمكن أن تسحب منه الشيكات. لماذا؟ لأن المشرع المغربي يميز في إطار الحساب البنكي بين الحساب البنكي بالاطلاع والحساب البنكي لأجل compte bancaire à vue et compte bancaire à terme، والأول فقط هو الذي يمكن قانونا لصاحبه التصرف في الرصيد الدائن المؤقت وقت ما شاء من خلال سحب شيكات. بقيت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا كانت أو إذا كان ساحب الكمبيالة يمكن أن يكون في نفس الوقت مسحوبا عليه، فهل يمكن في ظل القانون المغربي لساحب الشيك أن يعين نفسه مسحوب عليه؟ الحقيقة أنه لا يمكن في ظل القانون المغربي الذي يشترط في المسحوب عليه أن يكون مؤسسا بنكية أن تجتمع في نفس الشخص صفة الساحب وصفة المسحوب عليه، باستثناء قيام مؤسسة بنكية بسحب شيك على أحد الفروع أو الوكالات التابعة لها. وقد اشترطت في هذا النوع من الشيكات
الفقرة الثالثة من المادة 244 مدونة التجارة أن يكون هذا الشيك إسمياً، لا يمكن مطلقاً أن يكون الشيك لحامله. جدير بالتوضيح، ما دام أنه في المغرب لا يمكن سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية، فما هو الوضع إذا ما تم سحب شيك على غير مؤسسة بنكية؟ نصت المادة 307 في هذه الحالة على أن ساحب الشيك إذا ما عين في الشيك مسحوب عليه لا يعتبر مؤسسة بنكية طبقا لمدلولها المحدد في المادة 241، يتعرض لعقوبة زجرية عبارة عن غرامة قدرها 6% من قيمة الشيك، ولا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن 1000 درهم. البيان الرابع الإلزامي الذي يجب أن يحمله الشيك، وهو الذي نصت عليه المادة 239 مدونة التجارة في بندها الرابع، وهو ضرورة تعيين مكان وفاء الشيك. ويقصد تحديدا بمكان وفاء الشيك مقر أو موطن المؤسسة البنكية المسحوب عليها، أو مقر الوكالة أو الفرع التابع لها الذي يمسك الحساب البنكي لساحب الشيك. وإذا كانت المادة 246 من مدونة التجارة قد فتحت الإمكانية لساحب الشيك باشتراط وفائه بموطن أحد الأغيار، أي أن يحدد ساحب الشيك مكان لوفاء الشيك لدى موطن غير موطن ومقر المسحوب عليه الذي يمسك حسابه، إلا أن تطبيق مقتضيات هذه المادة مقترن بضرورة توفر هذا الشخص الموطن لديه سحب الشيك، يجب أن يكون بدوره مؤسسة بنكية. إذا قلت بأن تحديد مكان وفاء الشيك يعتبر بيانا إلزاميا، فما هي أهمية تحديد هذا البيان حتى يعتبر بيان إلزامي في نظر القانون؟ الواقع أن بيان مكان وفاء الشيك يلعب دورا هاما في مجموعة من الأمور. أولا، تتجلى أهميته في إرشاد المستفيد إلى المكان الذي سيتوجه له من أجل الحصول على قيمة الشيك. ثانيا، يتم الاستناد على مكان وفاء الشيك من أجل تعيين المحكمة الزجرية المختصة مكانيا بالبت في جرائم الشيك المنصوص عليها في المواد 316 318 و319 من مدونة التجارة، والتي تختص بها المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها مكان الشيك. الفائدة الثالثة، وهي أن مكان الشيك قد يتم الاستناد عليه لتحديد المحكمة التجارية المختصة بدعوى الرجوع الصرفي، ذلك أن البند رقم 15 من الفقرة الأولى من المادة 28 من قانون المسطرة المدنية تعطي للمدعي في الدعاوى التجارية الحق في اختيار المحكمة المختصة مكانيا بين المحكمة التي يقع بدائرة نفوذها موطن أو مقر إقامة المدعى عليه والمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مكان الوفاء، علما
أن مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 53 على 95 المحدث للمحاكم التجارية فتح المجال للاتفاق بين الطرفين على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة محددة يتم التوافق عليها، وبالتالي في ظلها فلا مجال للاختيار المفتوح بموجب المادة 28 من قانون المسطرة المدنية. نكتفي بهذا القدر على أساس الاسترسال لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.